نشوف معك الموضوع هذا. أبو نايف أستاذ بلال السويد، هلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك في الأخوة المشاهدين والمستمعين والكابتن الغالي نايف العنزي. هلا وسهلا فيك. ومعنا ينضم من جدة عبر الأقمار الصناعية الأستاذ جمال تونسي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الأسبق. أبو رامي هلا وسهلا فيك. أهلا بك، الله يسلمك أنت وضيوفك الكرام. هلا وسهلا فيك، احنا سعيدين بوجودك معنا في حلقة اليوم وليلة المباراة. أسعد بلقائكم إن شاء الله. الله يخليك. ليلة المباراة الأهم في الموسم الوحداوي. أبو رامي، أنت طبعا رئيس سابق أو أسبق وعضو شرف داعم، لازلت عضو شرف داعم ولا مبتعد عن الوحدة؟ أنا عضو شرف نادي الوحدة، لازلت وسأزل وسأظل على طول الحياة، يعني في عضو داعم لنادي الوحدة، متواصل مع الوحداوين هالموسم ولا منقطع؟ نعم متواصلين معاهم، وإن شاء الله دائما بنكون قلبا وقالبا يد واحدة. طيب كيف الترقب لمباراة الغد أبو رامي؟ والله مباراة الغد مباراة حقيقة يعني صعبة جدا للغاية، وهي تعتبر مفترق طرق لنادي الوحدة، وإن شاء الله بإذن الله أبناءنا لاعبي نادي الوحدة يكونوا على قدر المسؤولية والاهتمام بهذه المباراة، ويجب أن يحترموا الخصم عنيد، وأنت بتلعب في أرضه وبين جمهوره، ولكن إن شاء الله أبناءنا أبناء نادي الوحدة يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم ويحققوا لهم النصر والصعود إلى دوري عبد اللطيف جميل إن شاء الله. بكرة إيش الخيارات الوحداوية غير الفوز؟ يعني التعادل يأهل الوحدة ولا ما يأهل؟ الخسارة تأهل الوحدة ولا ما تأهلهم؟ إحنا لا نسعى من أجل التعادل أو الهزيمة، نسعى من أجل الفوز، ولا بديل عن الفوز، لأنه المنافس برضو خصم عنيد ويرغب في أي تعثر لنادي الوحدة، سواء كان بنتيجة تعادلية أو نتيجة هزيمة لا قدر الله. فإن شاء الله هم بعيدين كل البعد عن الهزيمة وعن التعادل، ولازم يفوزوا إن شاء الله ويفرحوا أبناء مكة المكرمة ومحبين نادي الوحدة في جميع أنحاء المملكة. إيش تتوقع بكرة ممكن تكون ردة الفعل لو ما تأهل الوحدة؟ أتوقع إن شاء الله الوحدة فائزة لا بديل عن الفوز. طيب أنا أقول أفترض مثلا، أفترض لو ما تأهل الوحدة، إيش تتوقع ردة الفعل؟ إحنا إن شاء الله ما نفترض، أبغى أبنائنا يكونوا رجال ولا نقبل بالهزيمة، إن شاء الله الفوز. ليش ما تبغى تفكر؟ لا تحاول معايا بقدر الإمكان، إنه بالنسبة لي لا الوحدة لازم تفوز إن شاء الله. لا أنا ماني قاعد أحاول معاك، بس كرة القدم فيها فوز وتعادل وخسارة، أنت ليش شايل من راسك موضوع التعادل والخسارة؟ جود الباطن فايز في مكة، لأنه أنا ما عندي، هي فرصتي الوحيدة إني أنا أسعى إليها، إنه أبغى الفوز من أجل ما تضيع علي الفرصة، ما أنتظر رحمة غيري، يجب إني أنا أفوز بجدارتي وأحقق الهدف اللي أنا أبغاه، هو الصعود للدوري الممتاز، لدوري عبد اللطيف جميل. طيب نايف يقول أنتوا حاطين في بالكم وحساباتكم إنه الباطن فاز على الوحدة في مكة؟ يعني شايلين هم الموضوع ولا ما مش موجود؟ نعم. مش موجود في الحسابات؟ لا لا لا، احنا حاسبين حسابنا انه الباطن فاز علينا في مكة المكرمة، ولا تنسى يعني انا اعمل من ابنائنا ابناء نادي الوحدة لاعبين نادي الوحدة والجهاز الفني ان يفكروا، لانه لا تنسى انه الصفا برضو غلب النهضة، ولا تنسى انه يعني القادسية هزمت الاهلي، وهذه تعتبر درس كبير لهم، يجب أنهم هم يحرصوا كل الحرص وأن يسعوا من أجل الفوز، والتوفيق بيد الله عز وجل، هم يؤدوا اللي عليهم والباقي بيد الله عز وجل، إن شاء الله يكون النصر حليفهم. طيب خليني أخذ معاك السيناريو اللي أنت تحبه، لو فاز الوحدة بكرة إيش تتوقع ردة الفعل؟ والله الحقيقة الفرحة ما تقدر بثمن، الكل ينتظر هذه الفرحة وينتظر هذه اللحظة اللي تعود فيها الوحدة لما كانت عليه، وحدة زمان، وحدة ما يغلبها غلاب يا كريم إن شاء الله. برامي يعني ليش كل هالارتباط بالوحدة؟ يعني بكل المعلومات اللي عندي أنه حتى أقاربك حتى المقربين منك وحتى الأصدقاء يعني
طلبوك كثير انك تبعد عن الوحده واستبشروا خير بمساله ابتعادك عن الرئاسه. ليش اليوم انت حياتك يعني تقتصرها حول هالنادي يعني؟ والله هذا مرض مزمن وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل منه، ولكن ما نقدر نقول هذه وحدة في دمنا في قلبنا ولا يمكن أن نتخلى عنها. طيب المباراة اللي راحت كيف كانت مع النهضة؟ كانت مفترق طرق مهم للوحدويين، بس كنت هادي على يعني على غير العادة يعني، كنت جدا هادي في المنصة. والله هذه بالنسبة لك أنت تقول هذه، لكن أنا في قرارة نفسي قاعد على نار، والحمد لله أنه أبناءنا أبناء نادي الوحدة كلهم كانوا عند المسؤولية التامة وحققوا ما نتمناه وفازوا، لأنه لا يمكن أن تجعل يعني زمام أمورك في يد غيرك، يجب أنها تكون في يدك أنت. فهم كانوا حريصين كل الحرص أن يحققوا نتيجة إيجابية، والحمد لله الله وفق وفازت الوحدة بالنتيجة هذه، وإن شاء الله تكون دافع لهم لتحقيق الانتصار على نادي الباطن بحول الله وقوته. طيب اليوم وليلة هالمباراة اللي ممكن يعود فيها الوحدة، واحد من السيناريوهات أنه ممكن يعود فيها الوحدة لدوري عبد اللطيف الجميل، يعني أنا ما أقدر أغفل السيناريوهات الثانية اللي فيها القادسية والنهضة، هم منافسين بالتأكيد، لكن اليوم يتذكر جمال تونسي الهبوط أو التهبيط؟ ما في شك يعني هذيك كانت يعني حالة نادرة صارت لنادي الوحدة، ولكن يقول ولكل جواد كبوة. هذه النتيجة التي حصلت لنادي الوحدة نقول قضاء وقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحقيقة أنه كانت يعني ما هي بيدنا إحنا، الحمد لله في ذيك السنة كنا أتأهلنا وكنا باقين في الدوري الممتاز، ولكن إرادة الله قلبت الموازين وجعلتنا أننا إحنا نبقى سنة أولى سنة ثانية، في سنة أولى ننزل للدرجة الأولى في ذاك الوقت بسبب قرار، كان القرار كان هذا بالنسبة لنا يعتبر قرار ظالم، ولكن نقول الحمد لله كانت فيه مبنية كلها على الشكوك والظنون، ونسأل الله الهداية لنا ولهم وللجميع إن شاء الله. عمر المهنة، إن شاء الله عمر المهنة هذا كله، وإحنا نبغى نكون عمر المهنة. أنا استضفته في البرنامج قبل أسبوعين وسألته يعني هل تشعر بأي تأنيب ضمير تجاه التقرير اللي كان أحد أسبابه حسم النقاط اللي أدت إلى هبوط نادي الوحدة؟ قال أبدا، أنا مقتنع تماما ولا أشعر بأي تأنيب ضمير. وقتها في الحلقة سألت الأستاذ عمر المهنة أبو عبد العزيز رئيس لجنة الحكام يعني إيش سبب الراحة، قال إذا الأخوان في نادي الوحدة قدموا يعني شيء مقنع للوسط الرياضي ولا لك، أنا مستعد أني أطلع وأعتذر. اليوم لسه في النفس شيء متجاه رئيس لجنة الحكام؟ والله رئيس لجنة الحكام يعني هو بشر ممكن يصيب ويخطئ، ولا ويقول لك خير الخطائين التوابين، فيجب أنه هو يعترف أنه هو أخطأ في حق نادي الوحدة ويرجع إلى الله عز وجل بما تسببه لنادي الوحدة. هو يقول ما عندي شعور بالذنب، الآن جعلت الوحدة في نادي بالدرجة الأولى، هو ما عنده شعور بالذنب. إلجأ إلى الله عز وجل مرة ثانية ونرجع ننصحه، إرجأ إلى الله عز وجل. ليش؟ يعني كلمة أنه ما له ذنب، لأنه هو ما شاء الله خبرته وشكوكه يعني يدخل في القلوب ويعرف كل صغيرة وكبيرة، عشان كده هو يعلم الغيب إنه هو داخل بالشكوك والظنون. طب أنا أبغى أسأل سؤال بالله يا أبو رامي، يعني أنا ولكن معليش أنا أبغى أسأل سؤال. لو افترضنا أنه الأستاذ عمر المهنة تعمد في التقرير الإضرار بالوحدة، لو افترضنا هذا السيناريو اللي أنتم في الوحدة تقدمونه، وش مصلحة عمر المهنة وإيش صار من نادي الوحدة حتى يكون له هذا الموقف؟ اشرح لنا بس. مو أنا بقول لك أنه كل إنسان ممكن أنه هو يصيب ويخطئ. في ذيك السنة طبعا أنت لا تنسى أنه برضه أنا كان منافس لنا من المنطقة الشرقية، برضه هو ابن المنطقة الشرقية،
وما شاء الله تبارك الله متوفق كثير، وعنده ما شاء الله تبارك الله الحكام كثيرين في المنطقة الشرقية، فكل حاجة عنده هناك في يده. فعشان كده هو بالنسبة له حب إنه هو يمكن يكون من وجهة نظرنا زي ما هو يقول إنه هو عملية الشكوك والظنون، وإنه هو خبرته، وإحنا يمكن يكون كمان يمكن خبرتنا والشكوك تجعلنا زي ما هو يعاملنا، يمكن يكون فيه معاملة بالمثل، ولكن إن شاء الله إحنا ما نعامله بالمثل، ندعي له بالهداية ونسأل الله له التوفيق ويسخر له ببطانة صالحة تعينه إن شاء الله. طيب أنتم ليش ما كملتم القضية حقتكم؟ يعني مع أنه قدمت لكم تسهيلات كثير من الرئيس العام رعاية الشباب وقت الأمير نواب بن فيصل. والله إحنا ذهبنا إلى لوزان وقدمنا في محكمة الكاس، ولكن في النهاية اعتذرت محكمة الكاس بالنسبة للموضوع لعدم الاختصاص، بعد أن يعني قبلوا أوراقنا عندهم وطلبوا مننا وحددوا لنا موعد للجلسة، وجلسنا في الجلسة هناك معهم ومع ممثلين الاتحاد السعودي والمستشارين حقونهم، إلا أنه يعني في النهاية ما رغبوا بالتحكيم على أساس أنه هذه محكمة الكاس ما هي جهة اختصاص وأنهوا الموضوع، وبالتالي استمر الموضوع على ما هو عليه، وأصروا على أساس أنه نزول نادي الوحدة للدرجة الأولى. طيب إيش موضوع لكن إن شاء الله بإذن الله يكون هذه السنة، يكون هذه السنة عودة الوحدة بكل قوة وبكل إصرار إن شاء الله ترجع لمكانها الطبيعي، وننسى الماضي ونفكر في المستقبل. طيب إيش موضوع المحامي الإيطالي وقتها؟ المحامي الإيطالي طبعا كان ما رضي يحكموا في القضية. لا مش القاضي، المحامي ما رضي يحكموا، كلهم يعني اعتذروا وقالوا انه هي ما هي جهة اختصاص. لا انا ما اسال إحنا ما اسال عن القاضي يا نعتذر. انا ما اسال عن القاضي، انا اسال عن المحامي. يقولون احنا نعتذر. المحامي الايطالي، المحامي كان عندنا، المحامي الايطالي طبعا هذا كان في محامي اخر اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، المحامي السعودي اللي كان حق الاتحاد السعودي اساسا. معاكم انتم كان الاستاذ خالد ابو راشد ولا لا؟ دحين اسمه لا معايا انا خالد ابو راشد. ايوه الاتحاد السعودي واللي ما حضر. أيوة كان الدكتور قاروب، ماجد قاروب، الاستاذ الدكتور ماجد قاروب. طيب ايش الدكتور ماجد قاروب ايش قصه المحامي الايطالي؟ كان موجود بس لكن ما هو موجود معانا. لا قصه المحامي الايطالي ما كان موجود معانا، اللي قالوا لكم عليه انه يبغى يعرف ايش موقفكم عشان يساعدكم. لا هو يبغانا اننا احنا عشان يبغانا اننا احنا نعترف ونعتذر عشان انه هو يساعدنا، يعني يبغى يلبسنا العمه. يعني يبغى يلبسنا القضيه كامله. طيب على اساسها احنا رفضنا هذا الكلام. وانتم كشفت الموضوع مع الاستاذ خالد ابو راشد؟ واحنا اكتشفنا الموضوع مع المحامي حقي خالد ابو راشد، وجلسنا تناقشنا في الموضوع، الا اننا عرفنا انه فيها ايش، فيها عمليه من خلف يعني لف ودوران. طب خليني اسالك، انا اللي اعرف انه وقتها المحامي الايطالي اللي هو كان مستشار الاتحاد السعودي، يعني بحسب الروايات الوحدويه انا اكد هنا انه بحسب الروايات الوحدويه انه هذا المحامي حاول يعني او عرض عليكم انه يقدم خدماته لكم القانونيه، وبعدين انتم اكتشفتم انه هو هدفه بس يبغى يعرف وش الاوراق اللي عندكم علشان في المحكمه يكون مجهز الردود عليها، صح ولا لا؟ هذه من ضمن الاشياء اللي هي ايش، من البدايه كان عرض علينا انه هو يكون ايش، يكون المحامي لنا ويبغى ياخذ من عندنا كل شيء على اساس انه هو ايش، يكون ايش، يدافع عننا في القضيه. وبعدين رحتم لقيتوا انه هذه العمليه هو انه ورحتوا لقيتوا خصم. رحنا لقيناه قدامنا هناك، هو هو الخصم حقنا. ومن اللي عرض عليكم يا ابو رامي؟ من اللي عرض المحامي الايطالي؟ خلاص اللي عرضوا الحين قلت كل الاسماء شخص ما. وقلت كل القصص، ويوم وصلنا عند اللي عرض المحامي صار شخص ما. ليش دكتور ماجد قارون مو شخص ما؟ لا خلاص ليش خالد ابو راشد مو شخص ما؟ ليش عمر مهنا مو شخص ما؟ ليش وقفت هنا وقلت لي شخص ما؟
لا ما يحتاج ان احنا نقول عن اسمه ولا شيء، ينتبهون الناس منه يعني. انا ما يحضرني اسمه الان، مستعدين نقعد الين اخر الحلقه لين يحضرك اسمه عشان ما حد ياخذ توصيه منه. والله ما حضرني اسمه، ولكن اذا حضرني اسمه اقوله. ما حضرك اسمه ولا انت ما راح تقول عشان نرتاح؟ انا ما حضرني اسمه. اجل معناته ان شاء الله نرتاح، بس من نرتاح بكره ان شاء الله نرتاح بكره ونفوز وربنا يحقق مبتغانا ان شاء الله، وترجع الوحده لمكانها الطبيعي في الدوري، في دوري عبد اللطيف جميل ان شاء الله. انا مصر اعرف من وتعود الفرحه والبسمه لاهل مكه. مصر اعرف من اللي عرض عرض عليكم المحامي. شكلك عارف يا ترى، بس تبغى تذكر. ماني متذكر الاسم. انت عارف يا ترى. طيب بعرض لك اربع اسماء في الفاصل بعد شوي، خلاص، وشوف يمكن يحضرك اسمه، ايش رايك؟ يمكن، الله اعلم. طيب ممكن يعني اذا كان انت 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 اذا كنت انت متذكر. انا ما اذكر، انا اذكر بان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ما اذكر، انا استغربت، انت سالتك من اللي عرض عليك المحامي، فجأة قلت لي شخص ما، مع ماجد قروب ما قلت لي شخص ما، مع عمر مهنا ما قلت لي شخص ما، مع ابو راشد ما قلت لي شخص ما. هو اللي كان، ليش اللي عرض عليك المحامي وقفت وقلت لي شخص ما؟ معليش، لانه هذا عرض عليك ما ضرك، هذا عرض عليك ما ضرك، انت انتبهت لنفسك وانتبهت للموضوع. شلون ما ضرك؟ الحين يعرض عليك محامي، انتبهت لنفسك، يعرض عليك محامي يقول لك هذا المحامي بيساعدك عشان يشوف الاوراق اللي عندك، تروح للمحكمه تقول رحت المحكمه لقيته قدامي. طيب يعني لقيته خصمي، ايه يعني لقيته هو اللي قاعد. انا ما اعطيته، ما رضيت اعطي له اي شيء، ما رضيت اعطي له اي شيء. انا جلست ادرس الموضوع واتاكد منه، وعلى اساسها بعدين هذيك الساعه ايش اتخذنا القرار اننا احنا لا ما نرضى باننا نعطي له كل المعلومات اللي عندنا. طيب ابو رامي، مباراتكم بكره بنسبه كم انت حاسس انه الوحده ممكن يخلصها؟ ليش ليش التنهيده دي يا ابو رامي؟ اتمنى من الله عز وجل، ابغى الوحده تفوز، ولا بديل عن الفوز، ولا افكر في اي شيء ثاني غير الفوز. نسال الله الفوز يا شيخ، لا تفكر لنا بحاجه ثانيه. طيب خلينا في الوحده، وخلي ربنا يكرمنا ان شاء الله وتفوز الوحده. ابو نايف عندي لك سؤال يا ابو. لا تفكرنا بحرقه القلب. طيب خلاص، خلينا ننسى حرقه القلب. ابشر يا ابو رام، ابشر. استاذ عبد السويد عندي لك سؤال، تفضل ابو نايف. مساك الخير يا ابو رامي. بس انا ابغى، مساك الله بالخير. انا ابغى بس، طبعا اللي عمل الوحده في الدرجه الاولى مو تقييمه كله على مباراه الباطن، على فكره انه الشباب عملوا عمل كبير حتى وصلوا للمباراه الاخيره. انا بالنسبه لي اكيد ان انا كمتابع احط الثلاث احتمالات. انت اوكي، امنيتك وامنيه المحبين انه يفكرون في الفوز فقط، ولكن اللي صار في الوحده السنه هذه حقيقه عمل جدا جبار، والدليل على ذلك اللي انا اتذكره السيناريوهات ان في اصلا حتى مشاكل اداريه داخل الفريق، ومع ذلك وصل نادي الوحده للمرحله هذه. وهذه بالعكس الفريق والمجموعه اللي اشتغلت على الفريق، اعضاء الشرف المحبين، يفترض انهم يضعون الشيء هذا امامه، انهم يشكرون على الشيء هذا. انا كل هذا في جهه الكلام، لكن السؤال بحكم خبرتك انت، بحكم يعني خلينا نقول خبرتك للضغوطات داخل الدوري الدرجه الاولى، خبرتك برضو للضغوطات في دوري المحترفين، الليله هذه لو كنت انت فعلا يعني خلينا نقول رئيس النادي، تركيزك يكون ايش على اللاعب الوحداوي؟ يعني اللي تركز فيه انت عليه واللي خايف منه على الوحده، يعني تركيزك على ايش؟ على اللاعب واللي خايف منه على الوحده. والله طبعا التركيز لازم يكون يعني على اللاعب جمله وتفصيلا، على اساس عشان اللاعب لا يعني ينسى المباراة وأهميتها، ويجب أن يكون هو حريص عليها، وأنه يلعب كورة من أجل أن يمتع الجمهور ويحقق الانتصار لنفسه قبل الجمهور وقبل الآخرين. فأنا أكون حريص جدا جدا على راحة اللاعب، وأهيئه نفسيا وفنيا وعقليا للمباراة هذه،
وإن شاء الله بإذن الله يكون لكل مجتهد نصيب ويكون التوفيق حليفهم إن شاء الله. طيب أبو رامي، أنا ملاحظ يعني لما قرب الفريق إنه يطلع للدرجة دور المحترفين، يعني أنا قاعد أشاهده مثلا، ممكن نقول في ناس خايفة وفي ناس قربت من 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 الوحدة. أنا أقول بإذن الله إذا صعد الفريق للدور المحترفين، وهذا السيناريو دائم يصير، أشاهد أن فيه كثير من اللي أنا ما أبغى أسميهم يدعون حب الوحدة، ولكن اللي يحبون أنفسهم بكثير يطلعون في الصورة في دور المحترفين، ويبدون يبغون يطلعون على المنصة يعني مع الناس اللي تعبوا على فريق الوحدة ودعموا نادي الوحدة وهو في محنته. فأنا أقصد بالتجارب هذه في نادي الوحدة، يعني أنتم إلى الآن كمحبين نادي الوحدة ما قدروا تفرزونهم، يعني تبعدونهم عن الفريق خلاص، يعني تخلونهم للنسيان المجموعة هذه، لأنهم في كل لحظة الفريق لما يسقط تلاقيهم يبتعدون إذا فريق احتاج لهم. الفريق إذا وصل للنهاية وبدأ يحقق بطولة أو طلع للدور المحترفين تلاقيهم يطلعون على المسرح مرة ثانية يدعون وصلا بحب الوحدة. فأنا أقصد يعني ما في حل للمجموعة هذه اللي حقيقة أشغلت الوسط الوحداوي ترى على فكرة. والله شوف يعني حقيقة يعني أنا كنت أول الداعمين للمجموعة هذه في الآونة الأخيرة، اللي كان الأستاذ حازم اللحياني والأستاذ مساعد الزويهري في نادي الوحدة مع ابني رامي، فكانوا على أساس سوينا مجلس إدارة جديد من الشباب اللي هم نرى إن شاء الله فيهم الخير والبركة، وكنت أتمنى منهم إنهم ما يسمعوا للآخرين، لأنه ممكن في ناس يحبوا إنهم هم يخربوا من برا ويدخلوا فيما بينهم ويسببوا لهم مشاكل، ولكن يعني إرادة الله سارت، والوحدة العام الماضي ما صعدت، كانت قاب قوسين أو أدنى من الصعود للممتاز، ورجع السيناريو مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى وفق السنة هذه. إحنا نبغى ننسى الموضوع ده بالكامل عشان إننا إحنا نبغى نحط يدنا في يد بعض من 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 الجيل السابق والجيل الجديد، إنهم يكونوا أسرة واحدة ويتكاتفوا من أجل مصلحة نادي الوحدة، من أجل مكة المكرمة، وليس من أجل مصالح شخصية. أتمنى إنهم يعني كل واحد فيهم يشيل أي فكر في دماغه ويكون ضد مصلحة نادي الوحدة. أتمنى من الجميع إنهم يكونوا يد واحدة ولا يتجهوا لأي مكان آخر أو أي نادي آخر. مكة في أمس الحاجة لأبنائها، ويجب أبنائها أن يتكاتفوا مع بعض ويكون يعني يكون يصبوا كل جهدهم وفكرهم ومالهم من أجل مكة المكرمة، من أجل مصلحة نادي الوحدة. طيب أبو رامي، إحنا حنكمل معك، ما يكون لأي مكان آخر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية، الكابتن نايف العنزي والأستاذ عبدالي السويد هم ضيف حلقة ليلة، وضيفنا الخاص الليلة الأستاذ جمال تونس رئيس نادي الوحدة الأسبق. أبو رامي خليني أسألك هنا، مرحبا، في حال تواجد نادي الوحدة الموسم القادم في دوري عبد اللطيف جميل، ممكن نشوف جمال تونسي رئيسا لنادي الوحدة مستقبلا، ولا خلاص هذه الصفحة طويت من حياة أبو رامي؟ والله إذا احتاجتني نادي إذا احتاجني نادي الوحدة فأنا جندي لنادي الوحدة، ولن أقصر مع نادي الوحدة، سواء كنت داخل مجلس إدارة أو خارج مجلس الإدارة. أي بس أنت عندك الرغبة ولا لا؟ والله أنا أتمنى إنه يكون في جيل جديد من الشباب اللي عنده طموحات وعنده الإمكانيات إنه هو يخدم نادي الوحدة، فأهلا وسهلا بي، وإذا كان ما في من الجيل هذا فإحنا فداء لنادي الوحدة. طيب الوحدة نادي شهير جدا بالصراعات داخل النادي، يمكن خفت هالأيام علشان النادي في دوري الدرجة الأولى، ما في أضواء، وبالتالي المشكلة ما راح تجيب إعلام لصانع المشكلة. هذا هو كان سؤالي، لأنهم بدون رئيس، هم الحين بدون رئيس. إيه؟ أنا أقصد إنه الوحدة وما مشى ولا يوم صار بدون رئيس. إيه؟ التاريخ الوحدة صح برامي، الوحدة ماشي عشان بدون رئيس.
نعم الوحدة ماشية أمورة لأنها بدون لا رئيس. لا في رئيس لها، كيف ما في رئيس لها؟ دكتور بصنوي. من رئيس؟ في لها رئيس الدكتور محمد بصنوي. هو رئيس الوحدة. هو رئيسها. طيب الوحدة نادي شهير. هو رئيس الوحدة المكلف من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب. طيب نادي الوحدة نادي شهير بالصراعات داخل النادي، في دوري الدرجة الأولى خفت لأنه ما في أضواء كثير على صناع المشاكل. تتوقع إذا رجع الدوري عبد اللطيف جميل نادي الوحدة يرجعون صناع المشاكل من جديد للنادي؟ والله أتمنى إنه ما يكون يرجع أي إنسان يرغب في هدم نادي الوحدة. يجب إن هو يخدم نادي الوحدة، واللي ما يقدر يخدم نادي الوحدة إن كان بالعمل أو كان بالدعم سكوته هو يعتبر فائدة لنادي الوحدة، ويبعد عنها والوحدة إن شاء الله تكون في خير. طيب الموضوع المكافأة المالية العالية جدا اللي وعد فيها اللاعبين 100,000 ريال لكل لاعب، صحيح هذه ولا إشاعة؟ والله إحنا وعدنا نادي الوحدة من أول ما استلم ابن رامي بمكافأة مجزية تقدر ب100,000 ريال لكل لاعب في حالة صعود الفريق لدوري عبد اللطيف جميل، وإن شاء الله نحن سائرون على هذا المبدأ ويتحقق إن شاء الله لكل لاعب الدعم اللي هو يكون 100,000 ريال لكل لاعب، وهذا يعني قليل في حقهم كلاعبين يستاهلوا المزيد إذا حققوا لنا طموحاتنا وحققوا لنا الصعود لدوري عبد اللطيف جميل إن شاء الله. متفائل مباراة بكرة؟ والله والله متفائل وخايف في آن واحد، ولكن بوجود أبنائي أبناء نادي الوحدة الموجودين حاليا أنا متفائل بهم، وإن شاء الله هم قد المسؤولية ويرجع الفريق لما كان عليه ويفوزوا ويحققوا هم رغباتهم ومكانهم الطبيعي في دوري عبد اللطيف جميل، وإن شاء الله المستقبل يكون لهم أفضل مما هم عليه في الدرجة الأولى في دوري المظالم. طيب رايح المباراة بكرة تحضر ولا لا؟ والله ما أظن أقدر أحضر، كنت بأسعى أني أنا أحضر للمباراة هذه، وكنت على أساس أني حأخذ مجموعة من الجماهير معنا، إلا أنه لم نتمكن من الحصول على طائرة خاصة تنقل الجماهير لحفر الباطن هناك. طيب وليش ما رحت؟ ما لقينا الطائرة اللي تاخذ العدد المناسب للجمهور، يعني الطائرات كلها صغيرة 14 راكب وستة ركاب، وهذه ما هي طموحنا. طموحنا أن يكون مجموعة كبيرة من الجماهير تحضر المباراة، فكانوا على أساس أنه في طيارة قالوا على أساس أنه 120 راكب، إلا رجعوا أنه قالوا أنه المدرج هذا ما يستحمل النزول نزول الطيارة في المدرج في مطار القيصومة. عموما الأستاذ جمال تونسي أنت رجل محبوب في الأوساط الرياضية السعودية، ونادي الوحدة نادي تاريخي ونادي كبير جدا، مكانه الطبيعي ومكانه اللائق لتاريخ هذا النادي هو التواجد في دوري عبد اللطيف جميل. كل دعواتنا بالتوفيق للأندية الثلاثة، احنا ما راح نوقف مع نادي ضد احد، يعني القادسية والحزم، القادسية والنهضة والوحدة، نتمنى لهم التوفيق. ومثل ما ذكر الكابتن حاتم خيمي أمس قال إن شاء الله الأحق يتأهل، يعني تخيل أبو رامي حتى حاتم خيمي ما قال إنه يعني الوحدة يتأهل، قال الأحق يتأهل. إن شاء الله تكون الوحدة الأحق وتتأهل بحول الله وقوته. أنا عندي الوحدة فوق، أنا عندي الوحدة فوق الجميع، مع احترامي للقادسية ومع احترامي للنهضة، الوحدة هو يعني فريقنا الوحيد في مكة المكرمة اللي يمثلنا في الدوري عبد اللطيف جميل، ونتمنى إنه هو يكون مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، وإن شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي، ونسأل الله التوفيق له. طيب أنا قبل ما أودعك أبو رامي وأشكرك على تواجدك معنا في حلقة اليوم، حضرك الاسم ولا لسه ما يحضرك؟ اللي أرسل لك كلافوتي. لا والله لسه ما حضرني الاسم والله. ها؟ ما حضرني، بس هو يمكن يكون من المحامين اللي كانوا يشتغلوا مع المحامي ماجد قاروب يعني.
كانوا في يمكن يكونوا من ضمن الجماعة اللي كانوا يشتغلوا معاه في المكتب حقه، لأنه ما شاء الله كان مجمع المحامين على كيفه. لا يمكن في ما في خيارات ثانية طيب غير ماجد قاروب؟ والله هو اللي وقف ضدنا، هو اللي قلب المواجيع كلها، هو الأساس. طيب الأستاذ هو الأساس في العملية، هو والمهنة، ولكن نسأل الله لهم الهداية. مسامحهم طيب؟ نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. ها؟ مسامحهم؟ إذا هم يعني رجعوا إلى الله إحنا نسامحهم، وإذا هم أصروا على ما هم عليه الله فيه موجود، الله قوي على كل ظالم. الأستاذ جمال تونس رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الأسبق، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا. تمنياتنا لكل الفرق غدا بالتوفيق، مباريات غد هي مباريات فاصلة ومهمة، راح ننتظر من الثلاث مباريات للقادسية والنهضة والوحدة الفريقين الصاعدين لدوري عبد اللطيف جميل. بصراحة يوم منتظر غدا، يعني يبدو أن الدوري الدرجة الأولى ما راح يحسم إلا في هذا أكيد ما راح يحسم إلا في الجولة الأخيرة، والدوري الدوري عبد اللطيف جميل شكله كذا بيصير زي دوري الدرجة الأولى ما راح يحسم إلا في الجولة الأخيرة. حنروح الفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.